ايه رايك في مارسيل كولر مدرب الاهلي؟ ناجح وعارف وبيدور اللعيبه ويعني يعتبر كل اللعيبه شاركت معاه ده ايمن اشرف تقريبا السنه اللي فاتت صح كده؟ صح كل اللاعبين. مين اكتر مدرب انت اشتغلت معاه ارتحت معاه وحسيت انه هو مدرب فاهم امكانياتك وعارف امكانياتك كويس؟ هو كذا يعني كذا حاجه يعني اول واحد كابتن خالد القماش في الشرطه كابتن ايهاب جلال كابتن ايهاب يعني انا عملت معاه يعتبر في المقاصه 12 ماتش كنت رايح فيهم المنتخب وكابتن طلعت يوسف وحلمي طلال كل واحد مدرسه انا بكلمك كل واحد مدرسه صح بس انا بكلمك انت تكيفت معاه ما كل المدربين اللي قلتهم دول اسمائهم كبيره وكلهم مدربين كبار ما فيش خلاف بس انت تكيفت معاه كان في كيمياء بينكم وبيعرف يشغلك كابتن خالد وكابتن ايهاب جلال كابتن خالد القماش وكابتن ايهاب جلال دول اكتر ناس كانوا بيشتغلوا معاك طلعوا اللي عندي كله الموسم اللي جاي تحب تبقى موجود في نادي جماهيري ولا نادي مش جماهيري؟ انت اشتغلت على الاثنين، انت اشتغلت في الاثنين، اشتغلت انديه جماهيريه وانديه مش جماهيريه، انت ترتاح فين اكتر؟ جماهيري. نادي جماهيري. عايز ارجع بقى لي سنه اهو يعتبر عايز اوري الناس ان انا رجعت. ممكن اقول لك شركه بقى وابقى لا عايز نادي جماهيري. اصل في لاعبين يقول لك ايه لا طلعني بالضغوط انا عايز اروح. انا مش عايز ابص على الفلوس ولا ان انا اخد مثلا عايز نادي جماهيري عشان ارجع كصلاح ريكو تاني. اصل السنه اللي فاتت دي خلاص كده الاصابه خلتني ما لعبتش فيها على 7-8 ماتشات على بعض. بس فلازم النادي يرجعك تاني. مين افضل لاعب كان موجود الموسم اللي خلص ده؟ زيزو وحسين الشحات. وحسين الشحات تحطهم الاثنين في مرتبه واحده؟ بس زيزو عشان طول الموسم. طول الموسم استمراريه. حسين يعتبر اخر فتره دي. مين افضل مدرب شفته الموسم الماضي؟ الموسم ده؟ كولر. مارسيل كولر. افضل مدرب مصري. بنتائجه السنه دي يعني. مدرب مصري. شاو غريب. كابتن شاو غريب مريم. اتفق معاك يعني بالفرقه دي ومحدش متوقع المقاولين يعمل كده الصراحه. صح.